الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. معنا الوزير، أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك علي. أهلا بحضرتك وألف مبروك على مصر كلها وعلى الشعب المصري، لأن مثل هذه المشروعات اللي احنا فيها زي ما حضرتك تفضلتي من المشروعات العملاقة التي تغير من واقع الاقتصادي المصري وتضيف قدرات حقيقية للاقتصاد المصري، ليس في مجال الزراعة فقط ولكن في مجال الصناعات الغذائية وكذلك القدرة البشرية والقدرات البشرية وتوطين التكنولوجيات الحديثة في الزراعة. فما نشهده الآن هو تحول حقيقي وإضافة حقيقية للقدرات الاقتصادية المصرية. فهنشوف النهاردة وهذا العمل تم استصلاح 350 ألف فدان، منهم 200 ألف فدان تم زراعتهم منذ 2017 عندما وجه فخامة الرئيس ببداية هذا المشروع. النهاردة عندنا إضافة غير مسبوقة سواء في محصول البنجر، وتم إنتاج أكثر من 2 مليون طن بنجر. لولا هذا الإنتاج ما كانت مصانع البنجر السكر اللي هي تبعنا وعددهم أكثر من 6 مصانع أنها تعمل طول الموسم بكفاءة عالية وإنتاج عالي، وننتج من هذا البنجر حوالي 1.8 مليون طن سكر. بالإضافة إلى النهاردة باكورة إنتاج القمح من مشروع مستقبل مصر، تم زراعة حوالي 40 ألف فدان مما يضيف حوالي 120 ألف طن إلى محصولنا في جمهورية مصر العربية. دكتور علي المصلحي هو مسؤول حكومي مخضرم، خدم في مختلف المواقع التنفيذية في وزارة التموين على فترات مختلفة. هل الصعوبات اختلفت معالي الوزير يعني على مدار السنوات الماضية، وهل تغيرت أو اختلفت معها أيضا فلسفة الدولة في التعامل معها وإزاي؟ أولا أشكرك طبعا، ده سؤال مهم جدا ولكن هحاول أختصر إجابته. الحق يقال ما قبل جائحة كورونا كان موقف والآن موقف آخر، وما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 مواقف أخرى. إنما الحق يقال العالم النهاردة بعد التعافي من جائحة كورونا وما عقبه من موجات تضخمية أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البترول ومن ثم في أسعار السلع الرئيسية الأخرى، ثم تزامن معه الأزمة الروسية الأوكرانية، أدى إلى ظهور تحديات عظيمة جدا وكبيرة جدا أمام كافة الدول العالم، سواء الاقتصاديات المتقدمة والقوية أو الدول النامية أو الدول الأقل نمو. فالنهاردة أمامنا تحديات كبيرة، ولكن الحمد لله بالرؤية الثاقبة والتوجه العظيم اللي كان تقدم به فخامة الرئيس، ودنا تكليف ومهمة في 2017 اللي هو قبل جائحة كورونا وقبل أزمة الروسية الأوكرانية، إن احنا نحافظ على الاحتياط الاستراتيجي بدل من 3 شهور إلى 6 شهور، أدى ذلك إلى زيادة قدرة الدولة المصرية على تحمل الصدمات السعرية الكبيرة التي حدثت سواء في القمح سواء في السكر سواء في الزيت سواء في كافة سواء في اللحوم الحية أو المجمدة. إنما الحمد لله بالرؤية الواضحة والإدارة الحكيمة لفخامة الرئيس، أدى ذلك إلى النهاردة عندنا احتياطيات عظيمة جدا، وإحنا بنتكلم وبنشكر كل المزارعين للمجهود اللي عاملينه في توريد القمح. وصلنا ل 2.4 مليون طن من محلي، وبالتالي رفعنا الاحتياط الاستراتيجي بتاعنا ل 4.1 شهر، بالإضافة إن إحنا لسه في نص الموسم، فأمامنا كذلك مما يزيد هذا الاحتياطي بحيث يخلينا إلى آخر العام في القمح. عندنا في الزيت وهو من أخطر السلع التي عانت ارتفاعات كثيرة في الأسعار، ولكن الحمد لله عندنا 5.7 مدى كفاية شهر. الرز الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي منه. كافة السلع لدينا احتياطي مخزون آمن، مما يؤدي إلى يعني تعظيم دور الدولة والقيادة السياسية في ضرورة العمل باستمرار والتغلب على هذه التحديات حتى يمكن تأمين الأمن الغذائي في بلدنا.
أخيرا معالي الوزير، كيف سنتعامل في موضوع إيجاد وتوفير بدائل تعويضية عن روسيا وأوكرانيا، وأيضا كيف ستتعاملون مع التعاقدات المبرمة بالفعل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في موضوع القمح؟ مشكورك جدا، ولكن لازم نعلم أن هذه ما نسميه قوة قهرية، وجود حرب حقيقية ما بين روسيا وأوكرانيا، ومشاركة أوروبا ودعم أمريكا لأوكرانيا، وكل ذلك أدى إلى يعني أمور غير مسبوقة في سلاسل الإمداد، وعدم قدرة دول غنية جدا بالمحاصيل الزراعية قدرة على التصدير. أدى ذلك إلى أهمية وتوجيه سيادة الرئيس بأهمية تنوع مصادر القمح. فالنهاردة عندنا أكثر من 23 مصدر، سواء المصادر الأوروبية، سواء أمريكا، سواء أستراليا وبنناقش معاهم، سواء الهند، سواء كافة الدول. والحمد لله أهم تحوط موجود هو القمح المحلي المصري، اللي بقول لحضرتك إن شاء الله نصل السنة دي إلى تسويق 5 مليون أو أكثر من 5 مليون طن، مما يؤدي إلى قدرتنا على التحرك بهدوء وسط مثل هذه التحديات الكبيرة. ولكن بطمن الجميع إن إحنا لدينا تواصل واتصال مستمر مع كافة مصادر تصدير القمح، ولابد أن نشكر كل الدول، وخاصة اللي بنتعامل معها سواء روسيا أو أوكرانيا أو فرنسا أو رومانيا أو أستراليا أو أمريكا أو كافة هذه الدول. فعلا لم تتأخر في أي تعاقدات تم التعاقد عليها، واستمر التوريد إلى جمهورية مصر العربية. معالي الوزير دكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. بشكرك وبنتهز هذه الفرصة ونقول مصر كلها كل سنة وهم طيبين، بمناسبة موسم القمح وبمناسبة وجودنا في مثل هذا المشروع العملاق، وهو مستقبل مصر حقيقة. شكرا جزيلا يا فندم.